زيدي ورافائيل ماركيز المكسيكي وسط الميدان. توتسيديس رفقة الفيرتسون ويونيتا، الجهة اليسرى يانكوفيتش، الجهة اليمنى غوميز، ورأس الحربة لوكاتوني المهاجم السابق لفيورنتينا. فيرونا الكرة طويلة، البحث عن توريس بالرأس، التغطية من المكسيكي ماركيز، تسترجع من جانب عناصر نادي فيرونا على الجهة اليمنى بواسطة خوانيتو غوميز، وأيضا أرجنتيني يلعب في الرواق الأيمن للخط الأمامي، ضاعت له غوميز وانطلاقة من توريس، كرة صعبة توريس، كوريس لبولي، أولا لا جول الشعراوي، لا ضيع فرصة ستيفن الشعراوي، ما زالت الخطورة دائما من جانب الشعراوي مرة ثانية، يوصل لإيسيان من عند رفيقه مونتاري، إيسيان والكرة الأرضية بحثا عن توريس والتغطية الدفاعية. ضربة مرمى اللعبة الثنائية كانت رائعة، الإعادة مرة ثانية لكرة بولي ثم ستيفن الشعراوي، تسديدته لم تكن فيها القوة والدقة اللازمتين لمباغتة الحارس بينيرو رافائيل. بولي ما زالت عنده الكرة، وصلت لبولي، بولي يبحث عن رفيقه توريس، الكرة عرضية في خطأ، نعم في خطأ، نعم في دفع من الخلف من فرناندو توريس لم ينتبه له الحكم، كاد توريس يفتح مجال التسجيل ويسجل ثاني أهداف. واحتجاجات لاعبي فيرونا على حكم المباراة، يقول لهم لم أشاهد، لا تحتجوا علي بهذا الشكل، أوكي أنا لم أشاهد اللقطة، شوف الدفع من الخلف، نعم دفع واضح من فرناندو توريس، والكرة كانت فاتوني بيعتمد كثيرا على قوته البدنية وعلى اندفاعه وعلى رأسياته وعلى القدرات الهائلة جدا في اللعب بالظهر ومراقبة الكرات، هيلة الكرة والتوغل خطيرة جدا عن طريق هيسوكي هوندو، كرة صعبة، ماذا تنتظر يا توريس؟ فريقان يحتلان المركز السادس في الترتيب العام للدوري الايطالي، كرة على الجهة اليسرى مباشرة مع ستيفان الشعراوي، ستيفان الشعراوي في الوسط يوصل علي سولاي، علي مونتاري، هيلة من مونتاري من هناك على الجهة اليمنى، توصل لإنياسيو أباتي، موش متسلل التوزيع من أباتي، أوبا أوبا جول جول، رافائيل ماركيز يسجل ضد مرمى بنيرير صديقة بعد هذه التوزيعة، رافائيل ماركيز البرازيلي يسجل ضد مرمى للميلان، وفرحة عارمة لجماهير الميلان، ماماميا يقول مدرب نادي فيرونا على هذا الخطأ الفادح من البرازيلي ماركيز، هدف غير متوقع وغير منتظر تماما وصادم لعناصر فريق فيرونا بعد هذه التوزيعة، لو طلب منك أن تعيدها 100 مرة لن تتمكن من تسجيل هدف بهذا الشكل، هدف يتمكن من تسجيله رافائيل ماركيز البرازيلي ضد مرمى رافائيل بينيرو الذي لم يتوقع هذه الكرة العكسية، وهدف مقابل صفر لصالح الميلان. كرة صعبة عن طريق المهاجم الإسلندي الفيردوسون، أول كرة صعبة لصالح عناصر نادي فيرونا بواسطة إيميل الفيردسون الإسلندي، شوف الإعادة، المراوغة باليسرى والتسديدة أيضا، أرضية زاحفة قوية جدا، كاد يفتح مجال التسجيل أو يعدل النتيجة فريق فيرونا في هذه الكرة، يانكوفيتش يفتح له الطريق، أغوستيني يلعبها كرة عرضية والدفاع يتدخل، عناصر الميلان منضبطة تكتيكيا وترجع بسرعة إلى منطقتها خاصة مع الثنائي سولاي علي مونتالي وكذلك مايك كريسيان في وسط الميدان، الكرة توصل لستيفان الشعراوي يلحق عليه دوتشيليو الشعراوي، بابا جول جول، يا له من خطأ فادح 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 في دفاع فيرونا، الميلان بالثنائية وفرحة عارمة لبيبو إنزاغي على هذا الهدف الثاني، هدف ثاني قاتل في الدقيقة 27 من الهداف كايسوكي هوندا اللي صار في رصيده 5 أهداف مع فريق الميلان، لقطة غريبة وعجيبة، وحده هوندا من هناك على الجهة اليمنى استلمها باليسرى سددها على طول في الزاوية اليمنى لمرمى رافائيل، يا له من خطأ ويلها من تمريرة من ستيفن الشعراوي، حط راسك يدك على راسك أم على وجهك أم على راسك وانت نام على راحتك، رئيس نادي فريق فيرونا هدفا مقابل صفر، يا سلام، غير متعود على سيناريو بهذا الشكل، كرة وصلت لموراس على الجهة اليمنى، يرجع لوسط ميدانه يونيتا، يونيتا كرة مرفوعة البحث عن لوكاتوني، يونا لا من أروع ما يكون منك يا أبيتي وقبلك من لوكاتوني، لقطة من أروع ما يكون
فيها فريق الميلان، وانطلق عن طريق ستيفن الشعراوي مع الياباني هوندا. ستيفن الشعراوي واصل هيلة منه، راح ستيفن الشعراوي، تدخل البطاقة الصفراء، يقول حكم المباراة على هذا التدخل. لا 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 لا, لا. البطاقة الصفراء لأغوستيني على هذا التدخل الخشن والقوي والعنيف، ومن الخلف كذلك من أمام ستيفن الشعراوي الوسيلة الوحيدة لإيقافه كانت بهذا الشكل. واو 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 واو، كاد يصاب إصابة خطيرة جدا، سقوط بهذا الشكل في رجله وفي ظهره كذلك. شوف الإعادة، واو، لوكاتوني في وضعية صعبة، متعود على أهداف عجيبة بهذا الشكل. وضعية من أمام أليكس، أنت متسلل يا أليكس، المخالفة تنفذ هيلة في القائمة الثانية بالرأس. كاد المدافع عادل الرامي يتفوق بهذه الكرة لصالح عناصر فيرونا، التوزيع للبحث عن لوكاتوني. مرة أخرى يبدع كريستيان أبياتي وينقذ مرماه من هدف محقق بعد هذه الرأسية من بوسكو يانكوفيتش. وصلت لأندريا بيلو، لأندريا بولي، أندريا بولي مع فيرناندو توريس، يوصل لإنياتيو أباتي، كرة صعبة لصالح ميلان. أباتي بولي كاد يسجل الضربة القاضية. أندريا بولي، السرعة فائقة عند عناصر الميلان في الهجمات المعاكسة، دائما بقيادة إنياتيو أباتي، أكثر خطورة من ديتشيريو على الجهة اليسرى. أباتي فعلا ايضا يؤدي في مباراة رائعة اليوم. هاي الإعادة مرة ثانية بالراس، واو، ارتماء من اروع ما يكون، كرة يانكوفيتش بالراس كانت في الزاوية اليمنى، والارتماء رائعة جدا عن طريق الحارس كريستيان بياتي، انقذ الموقف. لكن الشعراوي اعترض طريقه، الكرة لصالح عناصر فريق فيرونا. لوكاتوني، لوكاتوني يحتفظ بالكرة، لوكاتوني باليسرى يسدد، لوكاتوني، وبين احضان الحارس كريستيان بياتي. سيكون من الصعب عليكم اليوم يا عناصر فيرونا التسجيل على الحارس كريستيان أبياتي في أحسن أحواله، بعد ما صد كرتين صعبتين وخطيرتين ممتازتين من ارتماءتين في أروع ما يكون. هذه الثالثة لأبياتي، هذه لم تكن فيها القوة. الكرة تسترجع من تاكشيزيس، يلعب على الجهة اليمنى، كرة صعبة عن طريق يونيتا. مرة أخرى الحارس كريستيان أبياتي وإنياسيو أباتي خرجها للركنية. مباراتك اليوم يا أبياتي، مباراتك اليوم هنا في مدينة فيرونا أمام نادي فيرونا، الفريق المحلي المنهزم بهدفين مقابل صفر. 3 إلى 4 كرات صدها كريستيان أبياتي. سعود المكسيكي ماركيز في هذه الركنية، تنفذ الركنية في القائمة الثانية، خطيرة بالرأس، ثم ما زالت الخطورة، وأبياتي يلتقطها فوق الرؤوس بمتر و94 سنتيمتر، يتمكن من التفوق بهذه الكرة. هاي الإعادة للكرة الأخيرة عن طريق تاتسيديس، ثم التسديدة من يونيتا، صدها الحارس كريستيان أبيات. الكرة مرة أخرى بعيدة تماما لتوريس، انطلق على الجهة اليمنى توريس، كرة صعبة من هناك، طبعا شعراوي، وبين أحضان الحارس، كرة كانت ممتازة من فيرناندو توريس الشعراوي. طبعا الميلان يدافع اكثر مما يهاجم، على كل حال شيء طبيعي لانه متفوق بهدفين مقابل صفر. والشعراوي عنده الكره الان، ستيفان محتفظ بالكره، يراوغ الاول ثم أما الثاني لم يمر، تسترجع الكره من البرازيلي رافائيل ماركيز، ثم عادل رامي في الاسترجاع مره ثانيه يصل عناصر الميلان. هيله لكيسوكي، كانت خطيره، جول ثالث يا هوندا، ثالث جول، جول بارع انت يا كيسوكي هوندا، 3 أهداف صارت النتيجة مقابل صفر، خطأان، 3 أخطاء فادحة على مستوى الخط الخلفي لدفاع فيرونا. كيسوكي هوندا لا يسامح، هوندا لا يضيع، هوندا لا يفوت، هوندا يسجل الهدف السادس له هذا الموسم ثنائية في هذه الأمسية. نعم، في 7 مباريات 6 أهداف يسجلها اليوناني الياباني. شوف التمريرة عن طريق المدافع الأوسط، رعدي الرمي، أرضية ممتازة على الطبق ناحية هوندا، هوندا توغل، هوندا تسدد، وهوندا سجل بيسرها الثالث. الثنائية اليوم للياباني في أحسن أحواله هذا الموسم. الميلان قوي اليوم، الميلان فعال اليوم، الميلان متفوق ب3-0 اليوم ببراعة. واو، 12 دقيقة لعب مشاهدي الأفاضل، صارت النتيجة 3 أهداف مقابل 0 لصالح الميلانيين. 5 كؤوس إيطاليا ب6 كؤوس ممتازة في إيطاليا. الميلان هو الميلان، يصاب يمرض ولكنه
لا يعجز تماما. الشعراوي توغل هيله منه الشعراوي، ولا لا كاد يكون الرابع، كاد يكون الرابع وكادت تكون الثلاثيه الاولى بالنسبه للياباني كايسوكي هوندا. يا سلام عليك يا هوندا، انت وكانك سياره هوندا اليوم كايسوكي، في ادائك وتوغلاتك والاهداف التي سجلتها. تسديده عشوائيه رجعت لي الخلف لالفيرتسون. زميلك ساقط يا الفيرتسون، وانطلاقه في هجمه معاكسه عن طريق اندريا بولي في الهجمات المعاكسه صار خطير فريق الميلان. ستيفن الشعراوي انطلق من هناك على الجهه اليسرى، يطلبها انياسيو اباتي على الجهه اليمنى، اطلبها انياسيو اباتي، وصلت وفلغت كثيره في دفاع فريق فيرونا، استغلها واستثمر فيها فريق الميلان. انياسيو اباتي، اوه يساريه قويه من اباتي، مره جانبيه، وكذلك حب يسجل هدفه الاول هذا الموسم اباتي في واحد من اجمل مواسم. والتمريره كانت من ستيفن الشعراوي لانياسيو اباتي، راوغ ثم سدد يساريه مرت على يسار الحارس بينيرو رافائيل، لم تخرج بعيدا هذه هي الكره. تغيير اول سيحدث في تشكيله التسديده، مره اخرى كريستيانو اباتي في احسن ايامه يخرج كره اخرى صعبه، هذه المره كانت من تاتش سيديس اليوناني، يلعب الظهر بكيفيه رائعه في منذ توريس، واسترجع مرة أخرى وانطلق من هناك الجدول من عن طريق إخوانيتو غوميز. غوميز أليكس رايع، غوميز وأليكس رايع ينقذ الموقف ويخرج الكرة مباشرة للركنية. من الفريق الوحيد على مستوى الخط الخلفي لدفاع فريق الميلان حدث هنا، والعودة الموفقة من أليكس، ضرب الكرة برجله اليمنى خرجها مباشرة للركن، والذي أثر على عناصر فريق فيرونا، أثر عليهم معنويا ثم فنيا وانهكهم، قتلهم بعد ذلك بدقائق. هدف ثاني مباغت من خطا فادع على مستوى الخط الخلفي لدفاع فريق فيرونا سجله الياباني هوندا. هنا محاوله من لوكا توني بعيده تماما فوق مرمى كريستيانو ابياتي. ضف الى كل ما ذكرت انه ابياتي كان رائع في هذه الامسيه وسط كرات كثيره. فنشاهد في تاسوتي يحضر في تغيير اخر في تشكيله فريق الميلان في هذه الامسيه. كرة أخرى صعبة وفي العمق خطيرة ليسار عناصر الفريق، أبياتي ينقذ الموقف مرة أخرى من أمام لوكا توني. كرة صعبة كثير وممتازة، لوكا توني لم يتمكن من التسجيل من أمام كريستيانو أبياتي، التوغل هنا كان رائع من قبل اللاعب كومبانيارو. عودة أليكس وكذلك المدافع الأوسط عادل رامي مكنت عناصر امام فريق متمكن وفريق تقريبا عول كثيرا على هذه المباراه من اجل الفوز بها. وكره صعبه من هناك على الجهه اليمنى خطيره، ولوكاتوني لم يسجل. كره اخرى خطيره ولوكاتوني لم يتمكن من التسجيل. ياسميني في الوسط، جماهير الميلان سعيده بهذا الفوز لصالح عناصر فيرونا. محاولة التسديدة، التسديدة أرضية وجول، كرة زاحفة أرضية قوية هائلة وجول. هل هو نيني الذي سجل الهدف الأول لعناصر نادي فيرونا؟ وكأنه أنار الطريق، أرى لزملائه بهذه الكيفية تسجلون على أبياتي. نيكو لوبيز الذي دخل منذ حين يسجل هدفه الأول هذا الموسم، استلم كرة راوغ الأول ثم سدد كرة أرضية زاحفة، ويعرف بأن كريستيانو أبياتي في الكرات الأرضية شوية يجد صعوبات. أرضية زاحفة قوية افتح بها مجال التسجيل نيكولا لوبيز لصالح عناصر نادي إيلاس فيرونا. نعم قلت بأن يربح بعض الثواني فريق الميلان عن طريق اللاعب جيريمي ميناز لما يوصل له الكرة. الكرة على الجهة اليسرى عن طريق الفيرتسون، التوزيع في القائمة الثانية، خروج غير موفق. كاد يكون الهدف الثاني من نيني، ضاعت فرصة ثمينة من نيني لتسجيل هدف ثاني وإعادة بعث المباراة. في غفلة من دفاع فريق الميلان وفي غفلة من فريق الميلان، عودة أليكس هنا العارضة الأفقية أنقذت الحارس كريستيانو أبياتي وخلات الميلان متفوق قبل دقيقة ونص بثلاث أهداف مقابل هدف واحد. لو سجل فريق فيرونا. تغييرات مش عارف إذا جت متأخرة، كان ممكن يحدث التغيير مع بداية الشوط الثاني ليعطي نفس إضافي.
كاد جيريمي مينيز يسجل الرابع من كرة مباغتة في الدقيقتين الأخيرتين للوقت بدل الضائع.